عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون. رستم هو الجوز اللي لازم له لمريم، وبعدين أنا عملت هيك مشان أحمي إخواتها من مصطفى وناهد دوران. ويان، أنت بتعملي عداوة بين مصطفى وإخواته. مصطفى عم بيجمع الانكشاريين، وأنا خايفة يا مولاي ليكون بيحضر لعزيانك. جنيتي ويان، مصطفى مخلص لإلي، ما يعصيني أبداً. خلينا في أمر مريم. العملة اللي عملتها جلبت العار للسلالة العثمانية. مولاي، مولاتي. شوف يا رستم، احكي. لقيتوا مريم؟ للأسف مولاتي لا. كيف ما لقيتوها؟ وين تكون راحت؟ وانت يا رستم لك وش تيجي لعندي من دونها؟ هاي كانت حتكون مرتك. كيف بتهرب من القصر وما حدا ينتبه لها؟ روح من وشي وما ترجع من دونها، مفهوم؟ أمرك مولاي. بن عمي حمامة مرضنا مولاي، قال لك هاني باغي ناكل غزالة، أيا من جيبها لهنا. يخي حالة يخي نوري، ما تاخذ رأيي لما قيلاش ندوا له حمامه ونقولوا له هذه غزاله ولي في قنا. كيفاش ولي في قنا؟ الغزاله عندها القرون والحمامه ما عندهاش. يا اخي حاله يا اخي. بصح نوري، انت كيف تعرفها من بعيد باللي حمامه ولا غزاله؟ سهل، الغزاله تاكل حشيش والحمامه ياكل قمح. هذا مكان بن عمي. يا اخي حاله يا اخي. نوري هاي تحركت. وين؟ بسم الله. باجي فتاك. ارواحوا اجريوا. شكون هادي؟ هادي ما تكون غير كاش وحده. حراس عاونونا ندو هالقصر. عندكم كاش واحد فيكم يهضر ويقول بلي انا اللي قصتها؟ 200 دينار. تاعش 200 دينار؟ 200 دينار بما يكونش فمي ونهضر ودورو ما يخصها. هبلت هاك هاك 5 دينار وشد فمك. ها نسيي مزيان الجرح ماشي خطير. الحمد لله.
بصح هذه الفليشه ديالنا انتم ما قصدتوها؟ لا رجعنا فهمك برهان، حنا كنا في الصياده وشفناها جايه تجري، وكان يجري موراها راجل ولا خمس رجال ما شفتش مليح، وكانوا حابين يقتلوها، وكي شافتني قاعده تعيط نوري نوري. انا قاعد نخمم نسلكها ما نسلكهاش، نسلكها ما نسلكهاش، كنت ما ندخلش روحي بصح كلاني قلبي برهان. او ما عندك او غير فستي، كنا نصيدو هي كانت متخبيه ورا الحشيش، هو حسب غزاله صيدها هكذا تفهم الباجيه. اما ردي 5 دينار تاع دروك خي. قلت لك نسيي يكلاني فمي، قلتها هذا ما كان. خلاص سكتوا عليا، على بالكم ممكن يسمع بكم مولاكم. حمبوك برهان، ما تقولش مولاي بلي انا اللي قصها، على بالك بلي يقتلني وسيرتو مع ما صيدتلاش غزاله. نوري انت راك رايح درنا مشكل، هذه المراه ما رايش من والا، على حسب اللبسه نتاعها والهيئه ما تكون غير سلطانه. الباجي واش راك تشوف؟ نشوف فيها برك. هيدي استي يا عبله، بصح انت كي ما تحبيش علاه ما قلتيش لباباك؟ البابا مو كان عارف انه ما بخاطري اتجوز رستم؟ امي السلطانه هيام هي اللي عملت كل شيء مشان تحمي اخواتي الامراء من نهر الدوران. كبسعتهم ان شاء الله. مولاتي نوريا هي مليحه، لبس عليها وجبت لك العله وبنت العله. عرفتها شكون؟ شكون؟ بنت السلطان سليمان، سلطان العثمانيين. سلطان راجل هيام؟ هي هربت من القصر خاطر حبوا يعرسوا لها بواحد ما تحبوش. هاي مسكينه تجمي تمشي نوريا. سلطان رزان انا بتشكرك على الضيافه، مش هنسى خيرك عليه. بلا مزيه تجمي تقعدي في القصر عندي قد ما تبغي، ولا خاصتك اش حاجه طلبيها من عند الخادمات. ما تخافيش مولاتي انا حنت هلا فيها. ممنونه لك سلطانه. ورستم على بالو بلي هربتي؟ ما بعرف. ما على بالكش؟ أميرة عبلة كتير حلو هاي المكان. لا يسلمك السلطانة مريم. شوفي هاد الجهة كامل المارشي تاعنا، والجهة الأخرى ديار تاع سكان المملكة. أها السلطانة مريم أختك من رشطوم. مكان مكان. أبيك سلطانة مريم. رسلتك سلطانة مريم. أنا كتير متفاجأة كلياتهم بيعرفوني هون. يا ودي سكان المملكة تعني تبعوكم بزاف، وانت الونسة. مولاتي عبلة صباح الخير. سلطانة مريم مرحبا بك. الله يسلمك. شو اسمك انت؟ باسل. روح لهلا، علاش تكذب؟ قولها اسمك تاع الصاحب. بلوطة. اي والله بصح عيطوا لي باسل. بلوطة هيا روح تخدم، والتخمام هذاك لو في راسك غير نحيها. واش حقروك؟ سلطانة مريم مرحبا بك، جبت واحد الكعبة من اسطنبول وسلعة حرة. تجي تقيسي؟ واش تقيسي يا بوستيشا واش تقيس؟ هي كامل اسطنبول. هيا مش من اسطنبول، مش تايوان. كثير معدومين سكان مملكتكم. ايه معدومين بصح كي يتنرفاو ما يتهضموش كامل. مولاي لازم نتكلموا على السلطانه اللي راهي عندنا هنا في القصر. اللي جراو موراها 5 رجال مزيه سلكها النوري. با 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 وصلتك حامي يا مولاي؟ تغلي زلقت لي مولاي الفلون تاعك بتشيك ولا كالعاده يا مولاي. يترعد مخك يفتت مولاي. يعطيك الصحة النوري مولاي. السلطانة مريم لازم نتكلموا مع باباها، نقولوا له بلي راهي عندنا هنا في القصر.
على الأقل نربحوا الملاحة معه. وزير، على بالك بلي باباها لو كان يسبها عندنا يقتلها. مولاي، وش رأيك لو كان نخلوها عندنا حتى تفرى الحالة بعدها سهل؟ ولو كان ما تفرش الحالة يا ولدي كيفاش؟ ها؟ راك تعرف هذا راه سليمان. ومن بعد شكون اللي راح يقابله؟ أنت؟ مولاي، عيب علينا. طفلة جات تخبى عندنا نحرقوها حنايا. يا ولدي هذه راهي بنت سليمان. وراك تعرف سليمان كيف داير. المملكة اللي يدخل لها يصفيها. وزيد، أنا ما نريسكيش. وأنت يا في رأيك؟ شد كاش واحد راح يقتل بنته؟ سليمان مولاي ما قتلش بنته بصح قتل وليدو مصطفى. ني بصح هذيك بعد هذيك الحضر وطار يا وليدي. بعد ما تزوجت مريم برشطم. على بالي وليدي على بالي. شوف يا وليدي أنا نجيك من الآخر. أنا في عود اللي تبكي يماه تبكي يما. لا 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 مولاي بالعكس تبكي يماها وما تبكيش يماك الله يرحمها. مولاي ما كان لا مولاي لا مولاتي لقمان. الطفلة يلزم تعاود تولي عند باباها وهذا مكان. آخر كلمة. مولاي. عبلة بنتي. نقدم لك السلطانة مريم. حبت شكرك. مولاي أنا بتشكرك. كتير سمعت عنك وعن كرمك وهلا عم شوف بعيوني. نورمال والله غير نورمال مريم. انا هكا دوري جينا انا هكا. واش نقول لك مريم؟ بون مرحبا بك وان شاء الله ما يخصك وين. وعدنا في القصر وقصرنا كشور قصركم كيف كيف. و ابغى خصها سافا الحمد لله مولاي. يخصك والو مولاي. ما تغيش يا مولاي ما تغيش. ما غصش بيفيت دخلت غوست وما غادت لي طفلة. مش مقلب عندك يا رحم باباك تاوش مقلب عندك. تقبلت هذوك هذي مسكينة نبعثوها عند باباها باك بلي يدي مونطيها بياس دي طاشي هذي. مولاي يتسمى تقدر تقعد عندنا. بيان سور بنتي. كيفاش نخليوها روح تموت تولي عندي روح على رقبتي. مرحبا بيك مريم. هيا بيا. عد من المكانة. كل واحد حياخذ الجزاء اللي بيستحقه في الوقت اللي بيستحقه. مولاي مولاتي. شوف يا رستم لقيتوها. لقيناها مولاي. الحمد لله يا رب. راحت عند سلطان اسمه شاعور العاشر بالمملكة العاشورية. جاهزوا لحصاني. أمركم مولاي. بدكم رفقكم؟ ما في داعي رستم. قلي صحيح انه مصطفى عم بيجمع الانكشاريين؟ لسه تأكدنا من هيك خبريه مولاي. انت حتروح على اماصح وتشوف ليش بيتصرف هيك من دون امري. امركم مولاي. مولاتي مريم. مولاي مش تكش من بعيد وليش كي قاعدة وحدك؟ ما ريش قاعدة وحدها أنا هنا. عبلة بنتي كش ما خصك؟ نو والو جيت غير باش لازم لي نفيري فيها بنتي. هاني مالك باش يشوف برك على هاد الجعل ولاد هادو ما جعلوا لات هذو لو كان مشينا فيريفيو حتى واحد ما يفيريفيو دي باك تحي وتح بنت الناس بنتي. جعلوا لات جعلوا لات. سمحوا لي عندي خدمه غير اذا كنتم حابين بالك نقعد. لا 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 مولاي عندك خدمه. ايام بعد الله يعاونك. حمادك بنتي. هذا على
حساب الحطايبان سلطانة؟ ما تقوليش برك السلطان سليمان. لا حساب الشابونة البيضة اللي راه دايرها يكون هو السير. بيه هذا سلطان عن بالكم هو عندنا عاشور راحت عليه. هذا يكون جاي حوس على بنتو؟ هذا على بالكم يقدر يعطينا الفيل. ما كاش كيفاش نقنعو حاجة كبيرة بابا. السلطان سليمان المعظم ما في حدا بيناقش قراراته. خلص انتهت حياتي عبلة. يا ودي ما انتهت ما والو. شوفي مريم دوك نديك لواحد البلاصة نهربك فيها وبيت ما يلقاكش. ما فيني اهرب مرة ثانية، راح واجه قدري. حتحرقي لي مخي انتي على بالك كيفاش سيدي حيقطع لك راسك وانتي يا قداري ما قداري. هاد قراري وما فيني تراجع عنه. تهلاي يما ربي يستر. حدلتك مولاي والان شد روحك وما تنساش غير يدخل تقول باللي بعثنا له باش يجي. ما تنساش. ايه مولاي ما تكسرش راسك كاش ما يكون ولا الجيش تاعي راني موجدو. يا ويش من الجيش يدير لنا يمضغنا قالك الجيش يا يما. دستور مولاي السلطان سليمان المعظم. رجليا فشلوا. هيا شد روحك مولاي شد. سليمان مرحبا بكم. دوكا كنا نهضروا عليك سبحان الله العظيم حتى تراك بنت. مرحبا بك مرحبا بك راك على العين والراس. ما فيني اتكلم معاك شعور. لا لا عاشور 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 العاشر. وين بنت السلطانة مريم؟ اي هنا اي في القصر معزام كرمه ما يخصها والو هي تاكل مليح وكلش تحب تسقسيها سقسيها. نادوها حالا. هيا جات. أنا هون مولاي. بنتي مريم ليش عملتي هيك؟ هاي بنتي عنقت هاي ماها نورمال كان والو. بابا المشكل ماشي فيه معه. بابا هو الصح. بترجاك مولاي تسامحني بترجاك. تعرف شو هي العقوبة؟ هيك تصرفي يا مريم. أنا ما بسمح لحدا بمس شرفي وكرامتي. يا يما قلبي بترجاك يا سليمان ما تقتلها. بعرف أنه غلطة مريم كتير كبيرة بس هاي بنتك دمك ولحمك من سلالة العثمان. بترجاك يا سليمان ما بتستاهل تموت هون بأرض غريبة. خلينا نوديها على اسطنبول وهنيك تتعاقب. بترجاك يا سليمان. شت تقولنا نشوفه في حريم السلطان. عاشوروش من حريم السلطان هضر معاه. شوف هضر معاه انا روح هضر معاه تيا. بابا دير حاجه بيت الطفله. بنتي لما ندخلش روحي مع بنته. مولاي مولاي تسلطان كيما هو تدفري عنا اليوم. انا سلطان اي حق انا سلطان اي سلطان. يا يمي اوين اي سلطان سليمان واش راك حاسب في روحك؟ راك في المملكه تاعنا وما عندكش حق تقتلها. كيف تتشرعي؟ ولدي عابله رجعي لمكانك راح دير لينا كارثه. رجعي لمكانك من فضلك. الصفيره وراحت لي. يا يما ما قدرتش نتنفس على بالك. كينا حبت غير تكسر معاك بك. انا عندي بنتي دمها سخون ما احنا هكذا في الدار هي هكا. عبله يا برك انا قلت محسوب على بالك انت دوك جبت السيف طير راس بنتك عندنا هنا في القصر بك تسمك راح تطلع لنا كريس كاردياك تاع السكر فهمتني. ما انا قلت يعني باش جيت معانا وراك في القصر ومرحبا بك ماذا بينا يعني نتفاهموا يعني بطريقه حضاريه. راك تركي سليمان راك فكرتني في ذيك تاع جميع لي مانا السي سليمان. شو كيف ترجليها يعني غير بعقل خير ولا لا؟ كيف ارجع وياها اسطنبول؟
كيف الناس بدها تتطلع فيه. هاي جلبت العار لمملكتي وعائلتي. مين حيتجوزها الآن؟ الله يجيبها في الزواج يا سليمان. على بالك عندك طفلان قولك لا فيريتي. هذه لو كان دوك خرجها أنا لهنا المملكة قادرة تنوض عليها حرب. وانتي يا ما تحكميش كما السلطانات، هضري مع راجلك. اي مدام. إذا كان هيك بنتي هتتزوج من هي المملكة. أي والله هذه هضرة شر. وإحنا هنا يا رمعدنا اللي جال لهنا اللي ماشي مزوجين، خليها هي نديروا لها كاستينج وتخيل الراجل اللي يعجبها. ما في داعي. بنتي سلطانة، اللي بده يتزوجها مقامه لازم يكون من مقامها. عنده الحق سليمان، قال لك ما يتزوج واحد يتشابه لازم على حسب المقام تاعها. شوشو بروبوزي لها الخمان. صغير عليه وش بيك، صغير عليه بالك يسمعك. تفضل وش عارف وش بيك. انا قررت انك انت سلطان عاشور العاشر اللي بدك تتزوجها. كيفاش؟ كل انايا خذيني او قالها فمه. عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون.